لا تزال الأشواط مستمرة والأسماء والشعارات المزينة لنا أرضية هذا الميدان، وينطلق الشوط السابع. الشوط السابع للقاء الأبكار، وهو ختام الأشواط المفتوحة، ومن بعدها سوف تبدأ أشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الصدارة والمقدمة مع طلة لمحمد بن معجب بن محمد بن الأجبع الخيارين، يقدم لنا طلة مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز شعار بن جهويل ينطلق ويندفع مع انطلاق وتحدي. اندفاع شعار بن جهويل مع الداودية لحمد بن سالم بن علي. بن جهويل المري هو الذي ينطلق مع المركز الثاني. ثالث المراكز شعار العاض يقدم لنا الشاهينية. الشاهينية نعم لجابر محمد بن جابر العاض المري، يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثالث. رابع المراكز شعار بن ظرمان يقدم الانطلاق وتحدي شقرة لمحمد بن جر الله بن حمد. بن ظرمان المري يقدم لنا شقرة مع المركز الرابع. خامس المراكز أرى الوصول من شعار بن شافي، يقدم لنا عوايد لناصر بن سعود بن حمود آل شافي، يقدم لنا عوايد مع المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أيها المستمعين أيها المتابعين. نعود إلى الصدارة وإلى الشاهينية. الشاهينية مع الصدارة ومع المقدمة، وينطلق جابر بن محمد بن جابر العاض المري، يقدم لنا الشاهينية مع الصدارة ومع المقدمة. نعم المركز الثاني الوصول من الداودية حمد بن سالم بن علي بن جهويل، ولكن حصل تسلل من شقرة. شقرة تتسلل وتنطلق باندفاع وانطلاق محمد بن جار الله بن حمد. بن ضرمان المري يقدم لنا انطلاق وتحدي شقرة مع المركز الثاني. ثالث المراكز شعار بشريدة يقدم لنا اندفاع وانطلاق وتحدي هذا الاسم الممتاز، هذا الانطلاق الممتاز، هذا الاندفاع الذاتي محبة اخ جيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة، ويقدمها بشريدة في الانطلاق والتحدي. ارى الوصول من شعار بن قطفة من الجانب الايمن، يقدم لنا شور سالم بن علي بن تخير المري، يقدم لنا شور من الجانب الايمن. شعار العطية ايضا قادم، شعار البريدي في المحك الحقيقي. ها هي الأسماء بدأت بالاقتراب، بدأت بالتداخل، بدأت بالاندفاع وقربها من غربها من بعض، ولا يزال هنا من العظ يتصدر هذا الجمع الغفير. أرى اسم جديد ينضم إلى دائرة الإذاعة، هنا صواب حسن بن محمد بن راشد محمد الصعاق المري، يقدم لنا صواب مع الصدارة ومع المقدمة. المركز الثاني عوايد بن شافي يقدم لنا عوائد مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى الوصول من الهوى لعبد الله بن صالح بن ربيع بن مخيزيم، يقدم لنا انطلاق وتحدي الهوى مع المركز الثالث. رابع المراكز شعار العطية قادم، ويقدم لنا انطلاق واندفاع عسيلة خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية، يقدم لنا عسيلة مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار المغرز يقدم لنا انطلاق وتحدي شعار المغرز، يقدم لنا اندفاع هذا الاسم الممتاز. هنا نوايد لحفيظ بن راشد بن حمد المغرز المري، يقدم لنا عوايد مع المركز الخامس. بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأنا بالاقتراب إلى لائحة الكيلوين متر الأخيرة. يا متأخرين يا متأخرين، بدأت الأسماء بالانطلاق وينطلق على الصدارة. هنا صواب حسن بن محمد بن راشد الصعاق المري، يقدم لنا صواب مع الصدارة ومع المقدمة. المركز الثاني عوايد بن شافي تتقدم مع المركز الثاني، ويقدم لنا عوايد ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الهاجري، يقدم لنا انطلاقة وتحدي عوايد. أرى الوصول من قبل هنا
غرنوق تتقدم مع المركز الثالث لحمد بن حمد بن سعد بن جهوي المسعد. يقدم لنا غرنوق مع المركز الثالث. ايها المتاخرين ايها المتاخرين، وصلنا واياكم الى لائحه الكيلومتر الاخير، ولا يزال لا يزال لا يزال لا يزال الصعاق الصعاق يحكم القبضة على الصدارة، يحكم القبضة على المقدمة. الصعاق الصعاق مع الصدارة ومع المقدمة، ينطلق مع المقدمة المركز الثاني بشافية بن شافي مع عوايد مع المركز الثانية. بن جهويل تقدم مع غرنوق. أرى المغرز أيضا حاضر مع المركز الرابع. خامس المراكز صدارة تقدم فرام بن عتيق محمد آل بريد البري، يقدم لنا صدى مع المركز الخامس. بدأت الأسماء واختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، بدأت الأسماء بالتشربك، بدأ الانطلاق، بدأ الرقص، بدأ الرقص مع الصدارة ومع المقدمة. المغرز يتسلل مع الصدارة ويقدم للانطلاق نوايد حفيظ بن راشد بن حمد. المغرز النابت يقدم لنا نوايد نوايد. يا المغرز يا المغرز، أهل الطلايب أهل الطلايب واصلين، أهل الطلايب قادمين قادمين قادمين. غرنوق 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 غرنوق، دخلنا وياكم الى الاجواء. كيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. غرنوق غرنوق المغرز، نوايد نوايد بن شافي بن شافي مع مركز الثالث، نوايد على الصدارة. غرنوق 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 بن جهويل بن جهويل بن جهويل بن جهويل بن جهويل يتسلل وينطلق مع الصدارة. شعار الصدارة الذي انتزعت الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، يقدم لنا غرنوق مع ختام الأشواط المفتوحة، ختام الأشواط المفتوحة، ويقدم لنا اسم اسم مثير اسم خطير. غرنوق لحمد بن سالم بن جهويل النابت المرية. نوايد نوايد تعود أشياء الوصول من ريم علي بن جابر بن علي بن جرحب المري. غرنوق على الصدارة. بن جرحب يحاول بن جرحب يحاول مع المركز الثاني مع المركز الثاني. غرنوق الريم الريم الريم. بن جرحب بن جرحب بن جرحب بن جرحب بن جهويل بن جهويل، اصمد يا بن جهويل اصمد يا بن جهويل. غرنوق غرنوق الريم 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 الريم. غرنوق 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 الريم. أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. ها هي الريم تحقق الإنجاز مع علي بن جابر بن علي بن جرحب المري. تهاني نوال مبروك لمالك الريم علي بن جابر بن علي بن جرحب المري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. غرنوق تاتي مع المركز الثاني لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد المركز الثالث. كان الوصول من قبل الراسيه.